السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب فيكم في هذه المحاضرة، واللي إن شاء الله تعالى فيها راح نبلش في الفصل أو الشابتر الجديد في مساق تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتأليفها. وهذا الشابتر بيحكي عن عنصر مهم من عناصر المالتي ميديا، وهو ثاني عنصر استخداما بعد النص واللي شرحناه في الشابتر رقم 2، وهو عنصر الإيمج. طبعا الإيمج اللي احنا بنقصد فيه الصورة بكل تفاصيلها، بمكوناتها، بما تحتوي، كيف بيتم تمثيلها في جهاز الحاسوب، وأساليب التعامل مع الصور. فاحنا إن شاء الله تعالى في الشابتر هذا بشكل عام راح نحكي عن differentiate between bitmap, vector and 3D images. حنفرق بين ايش يعني، او نعرف ايش يعني bitmap image، ايش يعني vector image، ايش يعني 3D image, and describe the capabilities and limitations of the out of all three. نعرف ايش محددات، ايش يعني امكانيات كل صورة او كل نوع من انواع الصور هذه. Describe the use of color and palettes in multimedia. كيف احنا ممكن نستخدم كمان الكالرز في الملتيميديا، لانه هو الكالر اللي بيكون الصورة. Cite the various image file type used in multimedia. ونعرف ايش الانواع الصور وايش امتدادات الصور اللي بنسميها الفايل تايب واللي احنا راح نستخدمها ان شاء الله تعالى. في البداية ودائما لما نيجي نحكي عن الصورة بدنا نعرف انه في عندنا بالاساس عدد من الانواع. يعني الصور قديما كانت هي عبارة عن السكتشز او الرسومات اللي بتكون مرسومة يدويا على ورقة قبل ما يتم اختراع الكاميرا وقبل ما يتم اختراع الطابعات واجهزة الحاسوب. فكان لما انه شخص يجي يرسم عمل فني على ورقة او على اي نحكي اي وسط في عليه رسومات، هذه كانت يعني كانت تسمى الايمج. لكن شوية شوية صرنا الآن نفرق ونميز ونحط تعريفات أدق لموضوع الإيمج. بداية لما بدأ استخدام الكاميرات طبعا بنحكي عن الكاميرات الفوتوغرافية القديمة، كانت أيضا تعطيني إيمج، لكن الإيمج هذا لا يمكن أن يكون إلا على شكل ورقي، كرت ورقي، يعني ما بنشوفه باستخدام جهاز الحاسوب. هو عبارة عن فيلم بتم يعني التصوير عليه، وهذا الفيلم في بيئة معتمة بتم اللي هو طباعة هذه الصورة على كرت أو على أوراق. هذه هي الصور الفوتوغرافية، واللي هي الآن مش مجال دراستنا. ليش؟ لأنها مش ديجيتال. في حال توفر عندي صورة فوتوغرافية وأنا بدي أعالجها، يفترض انه في الاول او كخطوة اولى احولها لديجيتال. تحويلها لديجيتال بتم من خلال اعادة تصويرها بكاميرا، او من خلال ان انا ادخلها على سكانر واحولها لديجيتال وابلش اعالج فيها باستخدام جهاز الحاسوب. فبالتالي احنا موضوعنا اللي راح نحكي فيه بشكل مفصل اكتر هو الديجيتال ايمجز. فبالتالي بدنا نتفق على بعض الامور في هذا الشابتر. لما نيجي نحكي ايمج انا بقصد فيها الديجيتال ايمج، لما اجي احكي كاميرا بقصد فيها الديجيتال كاميرا. كل العالم اللي قبل العالم الرقمي احنا ما راح نحكي فيه، لانه زي ما قلنا اي تعديل على اي صوره يفترض انه انا احولها لديجيتال بعدين ابلش اعالج فيها. الان الصور طبعا في منها نوعين اساسيين في جهاز الحاسوب. الصورة أو النوع الأول بنسميه البيتماب أو بنسميه الراستر إيمج، والنوع الثاني بنسميه فيكتور. إيش البيتماب وإيش الفيكتور؟ الآن أي صورة إحنا بنصورها من خلال الكاميرا ديجيتال بتكون هذه الصورة بيتماب. أي صورة بيتم رسمها باستخدام جهاز الحاسوب وبرامج خاصة في جهاز الحاسوب بتكون فيكتور، وحنحكي ايش البرامج الخاصة. البيتماب يعني اول شغلة بتعرفنا انه هذه الصورة بيتماب ولا فيكتور، انه هذه الصورة لو انا كبرتها بتتبكسل
بتتكسر ولا لا. طبعا انا بحكي عن المصطلحات العاميه اللي احنا في حياتنا بنقول والله كبرت الصوره بكسلت، صار فيها مربعات، اتكسرت. هذه عمليه البكسليشن بنسميها، انه انا بكبر الصوره فالبكسل بيمتد وببين حدوده، بتبين الالوان المكونه لهذه الصوره. طبعا حنعرف ليش هذا البكسل او ببين لما نعرف ايش مكونات ومحتويات الصوره. طبعا البيت ماب ايضا في مصطلح يعني بنطلقه عليها اسمه كمان راستر، الراستر ايمج او البيت ماب ايمج هو نفس الشيء. اما بالنسبه للفيكتور، الفيكتور اللي هو لما انا اكبره ما بيتبكسل، بيحافظ على جودته. عاده هو المنشأ باستخدام جهاز الحاسوب. في جهاز الحاسوب في عندنا برامج بتنشئ الفيكتور، اشهرها بالنسبه لنا برنامج الالستريتور وبرنامج الكوريل درو. هذول البرنامجين انا اي شغله بانشئ داخلهم، رسمت مربع، رسمت مستطيل، رسمت شعار، عملت بزنس كارد، عملت نفترض لوجو، بروشور، ايا كان، داخل هذه البرامج يفترض النتيجه تاعته فيكتور. فيكتور يعني انا بقدر احفظها سنتي بسنتي، بقدر احفظها 100 سنتي في 100 سنتي، بقدر احفظها اكثر من هيك بكثير من غير ما تتكسر الصوره. باي حجم انا بقدر احفظها، بقدر اطلعها وبقدر اتعامل معها. فهنا انا اللي حكيته الان بشكل عام، ايش الفرق بين البيت ماب والفيكتور. بيت ماب، بيت اللي بنقصد فيها، بنقصد بكلمة البت هي الزيروز اند وانز، الصفر والواحد اللي بتتخزن في جهاز الحاسوب، البلاك والوايت. انا لما اجي احكي انا عندي صورة بت ماب بتتكون من اصفار وحايد، من بلاك اند وايت هذه الصورة اللي كانت قديما. A map is two dimensional matrix of these bits. الآن إيش يعني لما نيجي نحكي بت؟ حكينا هي عبارة عن الأرقام الصفر والواحد اللي بتتخزن وتتعالج باستخدام جهاز الحاسوب. الماب هي يعني ماب معناها خريطة، لكن في الصورة ماب is two dimensional يعني عبارة عن ماتريكس مصفوفة من طول وعرض. يعني أنا بالنسبة إلي حتكون عبارة عن ماتريكس بالشكل هذا، واحد صفر واحد واحد صفر صفر بالشكل هذا، واحد 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 وهنا صفر صفر واحد. هذه عبارة عن ماتريكس مصفوفة ثنائية طول وعرض، فقط فيها بعدين لصورة 2D. بنلاحظ أنا عمالي بكتب هذه الأرقام تمثل ألوان، هذه الأرقام تمثل ألوان، الواحد وايت والزيرو بلاك، الواحد وايت والزيرو بلاك. هذا على فرض انه انا بتعامل مع صوره بلاك اند وايت، صوره اسود وابيض، اسود وابيض فقط، تمام. فبالتالي الصوره هذه حتنحفظ في جهاز الحاسوب بالشكل هذا، على شكل ارقام، والارقام على شكل ماب، خريطه بت رقميه، فعشان هيك سميناها بت ماب. هذه الصوره بتنحفظ، لما بنجي اعرضها حتيجي تقول والله اول بكسل هنا لونه ابيض، ثاني بكسل لونه اسود، ثالث بكسل لونه ابيض، رابع بكسل لونه ابيض. فبهيك بروح بكون لي الصورة. A bitmap is a simple matrix of the tiny dots called pixels, where each pixel is assigned a color that from an image and are displayed on a computer screen or printed. هنا بحكي للبيتماب، الصورة للبيتماب معناها انه في عندي simple matrix of tiny dots، يعني عبارة عن ماتريكس فيها أو مكونة من نقاط صغيرة جدا، tiny dots، كل نقطة تمثل لون. طبعا أنا الآن ببعد النقاط عن بعض بس عشان نشوفها، هي بتكون قريبة على بعض وكل نقطة لون مختلف عن الثاني. الآن لو أنا رحت بدي أفتح صورة، يعني الآن حفتح يعني برنامج الرسام مثلا، وابدا احط هذه النقاط ونشوف هل هذه النقاط اللونيه تكون صوره. هنا في هذا البرنامج راح اخذ البرش وابدا الون،
نفترض انا هاي مساحة العمل اللي عندي، بدي اقول انا مثلا ممكن اخذ مش البرش هذه، ممكن القلم، القلم بس حيعطيني اللي هو صغير، خلينا نكبر السايز شوية. تمام، الآن هاي في عندي نقطة نقطة نقطة، بدي أكون من هذه النقط النقاط دائرة. تمام، وبدي أجي أعبي هذه الدائرة بلون فوق ولون تحت. لاحظوا إنه في النهاية حتتكون عندي صورة، الصورة مكونة من نقاط لونية. نيجي ناخذ لون ثاني واللون، الصورة هذه كلها بتكون مكونة من نقاط لونية زي ما انتم شايفين بالشكل هذا. طيب هذه الصورة وهذه النقاط اللونية بتنحفظ بالشكل هذا، ان عندي اول بكسل لونه ابيض، معناها اول بكسل رقمه واحد، ثاني بكسل ابيض، ثالث بكسل ابيض، بنمشي السطر هذا، نيجي على السطر الثاني ابيض 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 بالشكل هذا، السطر اللي بعده ابيض ابيض، لما اوصل هنا ابيض كله اوصل لهذا الاحمر. افترض الان انه هو عباره عن لون اسود، يعني صفر صفر صفر. تمام، بطلع ابيض واحد واحد واحد، نيجي هنا بنحكي واحد صفر 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 صفر، فالمنطقه اللي فيها لون واحد، المنطقه اللي فيها عفوا المنطقه البيضاء واحد، المنطقه اللي فيها لون بدي اعتبرها صفر، لانه انا الان لحتى الان بحكي في صوره قديمه، صوره بس تتكون من اللونين بلاك اند وايت، عشان هيك سميناها بيت ماب، خريطة لونية. طيب فبالتالي زي ما حكينا الصورة مكونة من تيني دوتس، نقاط لونية صغيرة جدا كولد بيكسلز. هذه النقطة الصغيرة اللي مكونة منها الصورة بنسميها بيكسل، يعني كل لون كل نقطة لونية اسمها بيكسل أو بت، نفس المصطلح بت أو بيكسل في الصورة. Where each pixel is assigned a color، إنه كل بيكسل مسند إله لون واحد فقط، فيش بيكسل بياخذ مني لونين، فيش بيكسل بيتكون من لونين، كل بيكسل فقط لون واحد. That from an image، هذا اللون هو عبارة عن جزء من الصورة ويتم عرضه على شاشة الحاسوب أو بيتم طباعته. Resolution dependent meaning they exist at one size. في البيت ماب بنسميها resolution dependent، يعني هذه البيت ماب الصورة اللي أنا صورتها بالكاميرا بتعتمد على الدقة، يعني الصورة هذه بعد ما أصورها هي متوفرة عندي فقط exist at one size، متوفرة عندي فقط بحجم واحد، الحجم اللي أنا صورت فيها ما بقدر أكبرها ولا أصغرها وتضلها محافظة على جودتها. إذا كبرتها حتتبكسل، إذا كبرتها زودت أبعادها حتتبكسل. فهنا بحكي لي إنه هي موجودة بحجم واحد، حجم واحد لكن وين؟ بنفس الجودة أو بنفس الدقة. أما أي تغيير في الأبعاد معناها تغيير في الجودة. When you transform a raster image you stretch the pixels themselves which can result in a pixelated or blurry image. ايش يعني هذا الكلام؟ الان لو احنا اخذنا مثال هيك سريع، لو جبنا بالون والبالون هذا كتبنا عليه او رسمنا عليه عصمه وهو مش منفوخ، يعني راح الاحظ انه النص اللي كتبته عليه جودته العاليه، النص واضح، اللون غامق زي اي بالون بنشتريه وعليه كتابه باللون الابيض. لو جينا نفخنا هذا البالون راح الاحظ انه النقطة الواحدة من اللون الابيض حتتمدد على مساحة اكبر. هذا معنى when you transform raster image، لما تكبر الصورة الراستر او الصورة البيت ماب you stretch the pixels، انت عمالك تعمل stretching، يعني كمانك بتمسك البكسل وبتمغطه على مساحة اكبر. فهو البكسل كان صغير وكان في لون واللون واضح، لكن لما كبرته معناته تمدد اللون على مساحة أكبر، تمدده على مساحة أكبر حينتج لي صورة مبكسلة
او صورة بلور، يعني اللون بصير بلور، بلور يعني باهت، نفس ما بصير في البالون زي ما حكينا. لما انفخه بلاقي انه صح النص بضله زي ما هو، او الصورة الرسم بضلها زي ما هي، بتكبر تتمدد على مساحة كبيرة، لكن اللون بصير افتح، بصير فاتح. ليش؟ لانه يعني اتمدد، او تم يعني نحكي بالعامية انمغط هيك على مساحة كبيرة، فبالتالي اللون هذا اتوزع على مساحة اكبر فجودته قلت، فصار بلور، صار لون باهت. وفي الصورة نفس الفكرة، لما انا اكبر الصورة بتصير بلور، بتصير باهتة، بتتوزع على مساحة اكبر، فبالتالي ببين عندي النقاط اللونية. نشوف الصورة الان بتمام. طيب الان هنا انا اخذت القلم نفسه، اخذت السايز هذا اللي هو 1 بكسل، زي ما انتم شايفين ايش مكتوب عليه، 1 بكسل، هذا 2 وهذا 3 وهذا 4. الان هذا هاي نقطة فيه الواحد بكسل، وهي الاثنين بكسل، وهي الثلاثة بكسل، وهي الأربعة بكسل. إيش بنقصد بهذا الكلام؟ الآن هو لما أنا أقوم بالرسم فيه بيغطي مساحة هاي البكسل، تمام؟ هاي الاثنين بكسل، هاي الثلاثة بكسل، وهي الأربعة بكسل. طبعاً إذا أنتم شايفين أو ملاحظين، لو طلعت على الصورة هذا 1 لكن هذا 4، ليش قال 2؟ 2 في 2 مصفوفة، 2 بكسل في 2 بكسل، هذا 3، فبالتالي مصفوفة 1 2 3، 1 2 3 بكسل، هذا 4، هلاحظ انه 1 2 3 4 وهيك 1 2 3 4 بكسل. طيب الآن هذا البكسل هيو لو أنا جيت جنبه حاطط كمان بكسل، كمان بكسلها، انا وانا مكبر الصورة كتير شايف البكسلات، لاحظوا وانا برسم وهو صغير، وهو صغير مش كتير بلاحظ، تمام، انه في تشوه في الصورة، لكن لما اكبر ببين معاي البكسل. ليش؟ لانه فيش بكسل بيقدر ياخذ لونين، البكسل هو الوحدة الصغيرة المكونة للشاشة نفسها وللصورة نفسها، تمام؟ يعني الشاشة اللي قدامي هذه اللي أنا بشتغل عليها مقسمة لمربعات صغيرة جدا، كل مربع فقط بيقدر يعرض لي لون واحد في نفس اللحظة، تمام؟ ودرجة لون واحدة بس في نفس اللحظة، فبالتالي هذا بيكسل معروض عندي على الشاشة، هذا بيكسل وجنبه بيكسل بالشكل هذا. لما أنا أكبر البيكسل بيتمدد على مساحة أكبر، تمام؟ لكن ما بيحافظ على الجودة. لاحظوا لما أكبر كيف ببين مكسر، لما أصغر ببين أنه خط متصل، كبرت بين التكسير، بين كل بكسل صار واضح لحاله، هاي بكسل، ها، تمام. حتى لو اختلف اللون، لاحظوا أنا بتعامل الآن مع بكسل، أنا بحط لون في مساحة مقدارها بكسل واحد بالشكل هذا. طيب نشوف كمان هذا المثال، هذه عبارة عن صورة وهي صغيرة، الصورة دقيقة فيش مشكلة. الآن بدي أكبر الصورة، هلاحظ إنه الصورة بدأت تبهت. ليش؟ لأنه كل نقطة، كل بكسل صار متمدد على عدد من البكسلات أكبر، يعني صار له عملية ستريتشنج. فهذه هي الصورة البيت ماب بنسميها البكسل، وهذه العملية لما أنا أكبرها وتبين البكسلات الصغيرة هيها اللي موجودة على الحواف عندي مبينة أكثر، هاي الحواف هذه كلها، هذه بنسميها بيكسليتد، تمام، عملية البكسلة. طيب نيجي للسلايد هذا، بحكي لي ابيتما وان دايمنشنال ماتريكس وان بيت ديبث مونوكروم. ايش يعني؟ لما انا اكون بتعامل مع صورة وان بيت، هيها هذه الصورة 1 بت، يعني كل بكسل، كل بكسل من هاي البكسلات المكونة للصورة حجمه 1 بت، يعني بياخدش غير رقم واحد، يا إما صفر يا إما واحد، يا إما بلاك يا إما وايت، تمام. فهذه الصورة بنسميها مونو كروماتيك أو مونو كروم. مونو معناها أحادي أو مفرد، تمام. مونو كروم اللي هو صورة أحادية اللون فقط، صفر أو واحد، أسود أبيض،
هذه الصورة الوان بت. كمان مرة الوان بت يعني البكسل الصغير المكون للصورة بخدش رقمين جنب بعض. ويمكن انتوا اخذتوا في مساقات الحاسوب انه البايت، الواحد بايت يساوي، بايت يساوي 8 بت. 8 بت، ال 8 بت هذول بيكونوا رقم او حرف كاركتر. يعني لما انا بدي اخزن مثلا رقم 5 في جهاز الحاسوب بده يحجز مني مثلا 1 بايت، يعني حيتحول ل 8 ارقام وحايد وصفار جنب بعض. لكن في الصوره المونوكروماتيك لا، هي عباره عن 1 بت فقط، يا اما بتاخذ 1 يا اما صفر. فكل 8 بكسلات مع بعض هنا في الصوره هذه، كل 8 بكسلات مع بعض جنب بعض هيحجزوا لي من الذاكره 1 بايت، 8 بت بس. فبالتالي حجمها صغير، الوانها محدوده. 4 بت for 16 colors، يعني اذا كانت الصوره 4 بت نلاحظ انه بدات الالوان تبين، لكن ما زال في عندي تفاصيل مش دقيقه. هذه الصورة 4 بت، ايش يعني؟ يعني كل بكسل بياخذ قيمة، قيمة من قديش؟ من 16 لون. ايش يعني؟ الآن في الواحد بت عدد الألوان اللي ممكن تتكون في البكسل الواحد يساوي 2 أس 1، 2 أس ان، ويساوي 2. يعني في كل بكسل يا إما 1 يا إما 0، يعني قيمة من تنتين. أما لما قلت 2 أس 4 حيساوي عندي 16، فكل بكسل بيكون ماخذ قيمة من 16 قيمة، تمام؟ يعني 0 0 0 1 بالشكل هذا، هاي 16 قيمة، 0 0 0 1، 0 0 0 0، 1 1 1 1، 1 1 0 0، 1 0 1 1 بالشكل هذا. بضل انا اعمل كم قيمه بقدر اجيب قيمه مختلفه مكونه من اربع خانات فقط 16 قيمه. طيب ايش 0001؟ 0001 هو عباره عن لون، لكن اللون هذا مش حيكون اسود ولا ابيض، لا حيكون تدرج رمادي، تمام؟ يعني هذا اللون بده يكون رمادي فاتح، هذا اللون اسود، الاربع اصفار اسود، عفوا اربع اصفار اسود، الاربع وحايد ابيض. الان رحت رفعت واحد منهم وحطيت صفر صار 1110، معناته انا خففت اللون الابيض شوي ورحت على الاسود شويه، تمام؟ هيك رحت على الاسود اكثر، اللون صار اغمق، المنطقه مثلا زي هذه، جيت هيك 100 رحت على الاسود اكثر. اصفار معناتها انا اعطيت لون اسود كامل او اسود قاتم. طيب بالتالي طالما انا بحكي عن 4 بت، 4 بت و 4 بت بيعطوني 8 بت، يعني 1 بايت، يعني كل بكسلين هنا بيحجز لي 1 بايت من الذاكره، وهو وكل بكسل بيكون لون من 16 لون، فمعناته صار في عندي الوان اكثر، معناته صار في عندي تفاصيل اكثر في الصوره. وهذا الكلام بيوضح انه كل ما زاد حاجة بنسميها الكلر ديبث، الكلر ديبث العمق اللوني، كل ما زادت عدد الألوان اللي موجودة في الصورة وكل ما زادت جودة الصورة. طيب نشوف الصورة 8 بت. 8 بت لاحظوا لحتى الآن أنا بحكي في تدرج رمادي، ما حكيتش في ألوان. 8 بت 2 أس 8 يساوي 256 لون، فكل قيمة لونية هيك، طبعا بالمناسبة 8 بت يساوي 1 بايت، يعني كل بكسل في هذه الصورة لو في الصورة هذه 100 بكسل هيك مثلا جدلا يعني، و100 بكسل بالارتفاع 100 في 100 10000 بايت، لأنه كل بكسل مكون من 8 بت، 8 بت تساوي بايت. كل بكسل بيعطيني لون من 256 لون. طيب احنا الان بنحكي عن صوره مش ملونه، صوره مش ملونه، صوره مش ملونه، طب وين اللون في الموضوع؟ وين ال 256 لون اللي احنا بنحكي عنهم؟ ال 256 لون هم هنا، هم 256 درجه من الرمادي. كيف؟ الان هذا المنطقه كلها هنا، هنا
هذه المنطقة كلها اعتبرها أسود وهذه اعتبرها أبيض. هذه المنطقة اعتبرها أسود في اللون الواحد بت، وهذه عشانها أفتح راح اعتبرها أبيض. لكن لما جيت للأربعة بت، الأربعة بت هذه المنطقة أعطاها أسود وهذه المنطقة أعطاها أغمق، يعني مش أبيض، أغمق من الأبيض شوي. حددت إياها هذه المنطقة، لاحظوا أعطاني إياها بلون، حصرها بلون، كلها نفس درجة اللون، كلها نفس درجة اللون. طيب نيجي للثمانية بت، صار لا، صار في تفاصيل أكثر، صار كل منطقة أصغر فيها لون، هذه درجة لونها مختلفة عن هذه، مختلفة عن هذه. فبالتالي كل ما زاد الكلر ديبث، كل ما زاد قديش أنا حاطط في كل صورة 8 بت ولا 4 بت ولا 1 بت، زاد الرقم هذا معناته صارت الصورة معها مساحة تعطيني ألوان أكثر، تعطيني تدرجات لونية أكثر. بصير الأسود والأبيض مش بس أسود وأبيض، في عندي كمان أسود وأخف شوية وأخف شوية وأخف شوية لما يوصل للأبيض. هذا في الأربعة بت. طب في الثمانية بت في عندي من الأبيض للأسود 256 درجة لونية بقدر من خلالها يكون لي الصورة. فبلاحظ هنا إنه فيش مناطق كبيرة ماخدة نفس اللون، ليش؟ لأنه صار معاه درجات يقدر يحط قد إيش بالضبط اللون هذا وإيش بالضبط اللون هذا وإيش بالضبط اللون هذا. فبالتالي صارت التفاصيل بالنسبة له قادر يمثلها، ليش؟ لأنه معاه 8 بت، كل بكسل معاه يكتب رقم طويل 8 بت يوصف اللون تبعه، 1 2 3 4 5 6 7 8 بالضبط. زي ما انا اجي احكي لكم مثلا شغله معينه قديش سعرها، تيجي تحكي لي والله هذا ب 10 شيكل. طيب قبل فتره كنا احنا نتعامل مثلا بالفكه شويه، يعني بنص شيكل، فممكن كان انه هذه الشغله تيجي تقول لي هذا سعرها 10 شيكل او 9 شيكل ونص. ليش؟ لانه لما اروح على الدكان في عنده نص يعطيني اياه، تمام؟ ليش؟ في عنده فكه، في عنده مجال، تمام، يعطيني شيء قيمه ادق، تمام. لكن لما بطلنا نتعامل بالنص شيكل صاروا يجبروا، يعني كل شغله النص خلاص انساه، صارت بشيكل بداله، فصار فيش دقة عندي أنا في التعامل. قبلها كمان بفترة كنا نتعامل بالأجورة مثلا، الأجورة الشيكل 10 أجورات، فكان يحكي لك هذه الشغلة بتسعة شيكل وثلاث أجورات، تمام؟ تسعة شيكل وثلاث أجورات، هنا في عندي دقة أكتر لأنه صار في عنده الفكة موجودة، تمام؟ فصار في عنده مساحة يعطيك شغلة دقيقة أكتر. فإحنا دائما في الصورة بندور على الدقة، بندور على الفكة، قديش الرقم الدقيق المكون لكل بكسل، ايش ادق لون ممكن انا اوصف فيه البكسل، تمام؟ طيب نيجي كمان اكثر، الصوره ال 15 بت بتعطيني 32768 كلر، ال 16 بت بتعطيني، لاحظوا ال 15 بت 32000، ال 16 بت 65536، ليش؟ لان انا بتعامل باسس، هذه 2 اس 15، تمام؟ الرقم اللي بيطلع بدي اعمل 2 اس 16. فدائما الرقم الاسي بيتضاعف بشكل كبير، وعادة احنا بنيجي نحكي عن شغلة بتتضاعف بسرعة بنحكي بتتضاعف بمعامل اسي. يعني الواحد بيفرق عن الاثنين كثير، بيفرق عن الثلاثة كثير، بيفرق عن الأربعة كثير. طيب 24 بت بتعطيني 16 مليون لون، 16 مليون 772 1216 لون. فلما بدي اجي احكي هذه الصوره 24 بت، معناته هذه الصوره بتقدر تمثل لي 16 مليون درجه لونيه، معناته دقه عاليه جدا. لكن في المقابل كل بكسل حيكون حاجز 24 بت من الذاكره، 24 تقسيم 8 يعني 3 بايت. فبالتالي 100 بكسل 300 بايت، في 300 بايت معناته مساحة تخزينية عالية. الآن نيجي نلخص الكلام هذا، إنه كل ما زاد الكلر ديبث اللي هو الواحد بت هذا، صار 4 صار 8، زادت دقة الألوان الممثلة للصورة، صرت قادر أعطي صورة أقرب للواقع، صار في عندي ألوان كتير، تمام؟ لكن في المقابل المساحة التخزينية للصورة بتزيد كتير.
يعني الصورة هذه لو فرضنا انه هذه كلها على بعضها 100 بت، هذه ممكن تكون 400 بت، هذه بدها تكون 800 بت مثلا، تمام؟ فبالتالي في عندي انا مضاعفة بشكل كبير جدا في المساحة التخزينية. هنا هيو بحكي لي انه الصورة الواحد بت تعطيني number of colors 2، كيف طبعا القاعدة اللي هي 2 دائما الاثنين رقم ثابت، اس ان 1 2. الصورة الاثنين بت 2 اس 2 4، الصورة الاربعة بت 2 اس 4 16، وهي القيم اللي بتقدر تعطيني اياها 16 فيش غيرهم، لكن هي حاجزة 1 2 3 4، كل بكسل حاجز 4 خانات، حاجز 4 خانات. With 2 bit the available zeros and ones can be combined in only 4 possible ways and can then describe only 4 possible colors. يعني لما نيجي نحكي انه بدي عندي 2 bit، معناته انا بقدر من الواحد والصفر بقدر اعمل 4 اشكال بس، 4 اشكال يعني 4 قيم مختلفة، يعني 4 درجات لونية مختلفة. فهذا اللي احنا حكينا عنه قبل شوية، مصطلح البت ديبث، انه انا عندي صورة قديش الكالر ديبث تبعها او قديش البت ديبث تبعها. بت ديبث quantifies how many unique colors are available in an image color palette in terms of number of zeros and ones. يعني بحكي لك البت ديبث او الكالر ديبث معناها انه قديش عدد الالوان الفريدة، الألوان الفريدة اللي متاحة للصورة، الكالر باليت الصورة أو اللي هو بنيجي بنحكي مجموعة الألوان اللي موجودة في الصورة، تمام، بطريقة الصفر والواحد اللي بتم أو ممكن تمثيلها بطريقة الصفر والواحد. طبعا بالنسبة للصورة والبت ديبث والكالر ديبث احنا حكيناه في السلايد اللي قبل، تمام، بشكل بسيط جدا. هنا احنا بنحكي فيه بشكل علمي، تمام. اليونيك كولرز لو بدي اجي انا احكي يونيك كولر معناها لون فريد. طب انا هناك حكيت انه في عندي 16 مليون يونيك كولر، طب من وين ال 16 مليون؟ انا لو بدي ابدا اعد لكم الالوان، كم لون بدي اعد؟ 100 200 يعني احمر اخضر اصفر ازرق نيلي بنفسجي، 100 200 300، في النهاية مش 16 مليون لون، لكن الأحمر ودرجاته، يعني أنا بالنسبة إلي هذا أحمر، لكن بالنسبة للحاسوب لا، هذا درجة من الأحمر، فالأحمر كل ما أنا غيرت في درجته تغير لونه، كل تغير في قيمة من القيم تاعت الأحمر، تمام. يعني أنا مثلا ممكن أقول إنه هذا الرقم أحمر وهذا الرقم نفس القيم برضو احمر، لكن هذا افتح من هذا، تمام. فبالتالي لما نيجي نحكي يونيك كلر معناتها درجة لونية، انا ما بتعامل مع لون احمر وبس، لا، الاحمر ودرجاته. طبعا هذا الكلام يمكن البنات دائما شاطرين فيه انه هذا لون احمر وكرميدي وتركوازي والكلام، لا، في جهاز الحاسوب فيه عندنا كمان درجات لونية اكتر بكتير. For grayscale image في الصورة الجريسكيل زي هذه، grayscale تدرج رمادي يعني. The bit depth quantifies how many unique shades are available. البيت ديبث معناها أو بيحسب لي قديش في عندي shades، قديش في عندي ظلال. ليش؟ لأنه هذه الصورة زي ما انتم لاحظين فيش فيها لون أحمر وأخضر أصفر، فيها تدرج رمادي، فبعتبر هذا كله عبارة عن ظلال، تمام؟ يعني لون غامق افتح افتح افتح، بحسب لي الظلال، لكن في الصوره الكالر لا، بحسب لي درجات لونيه. هنا بنيجي نربط البيت ماب بالماتريكس. في التعريف البيت ماب قلنا هي عباره عن 2 دايمنشنال ماتريكس. مين هي؟ الواحد وصفر، البيت 2 دايمنشنال ماتريكس. هنا نفس الفكره، هاي ماتريكس واحد بت، الواحد بت بتعطيني 2 color. فبالتالي لاحظوا هنا عندي هاي واحد بت
وهي كمان 1 بت، وهي كمان 1 بت، هذا البكسل 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 البكسل. لكن هذا الواحد من قديش العمق الكلر ديبث؟ من 2، يعني اما بيظهر لي هذا او بيظهر لي اللي ورا، بس عنده 2، يا اما 1 يا اما 0. لكن لو رحنا على 4 بت صار في عنده، يعني في عنده إمكانية يعطيني قيمة من 16 قيمة. 8 بت صار في عندي إمكانية يعطيني قيمة من الدبث تبعه 256 قيمة. ال 24 بت صار يعطيني، يقدر يعطيني قيمة من 16 مليون قيمة. فمين الأدق؟ أنا بالنسبة لي اللي شايفه بس اللي قدام، بس اللي قدام. لكن هذا هو الكلر باليت اللي عنده. يعني انا لما بدي اجي في البكسل هذا اعرض لون، بروح بشوف من 16 مليون لون ايش اللون المناسب وبيعرض لي اياه هنا، وحنشوف كيف طريقه العرض. لكن هنا من 16 مليون لون، لو انا عامل من عفوا 256 لون، لو عندي لون احمر بدرجه دقيقه جدا وجيت اعرضها على شاشه جودتها منخفضه، طيب هذه درجه الاحمر مش حيلاقيها موجوده عنده في القائمه، بلاقيها في القائمة الكبيرة بس بلاقيهاش في القائمة الصغيرة، فبروح بجيب أقرب لون إلها، أقرب لون للأحمر. فعشان هيك حلاقي الأحمر الفاتح والأحمر الغامق كلهم تقربوا، أعطاني أحمر وبس في هذا وفي هذا وفي هذا. فعشان هيك كل ما زاد الكلر ديبث معناته زادت دقة اللون اللي موجود في الصورة، معناتها زادت جودة الصورة، لكن في المقابل زادت المساحة التخزينية للصورة. نتوقف لعند هنا في هذه المحاضرة، ونتمنى أن يكون يعني التفاصيل هذه اللي احنا حكيناها والمصطلحات اللي حكيناها ضروري جدا تفهموها وبشكل دقيق، وأي استفسار ترجع تسألوا فيه قبل ما تفوتوا على المحاضرة الثانية، لأن المحاضرة الثانية بتبني على المفاهيم الموجودة في هذه المحاضرة. يعطيكم العافية.